نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ حنظل، شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، ملعونة لأنها فتنت، لأنهم يقولون كيف الشجر ينبت في النار والنار تحرق، وبعضهم يقول الزقوم هو الزبد مع التمر من باب السخرية والاستهزاء، فلذلك انفتنوا بسببها والعياذ بالله، وزاد كفرهم. نعم، صلى الله عليكم يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.